إلى ذلك أدان لبنان عملية التفجير التكفيري الذي صادف الزوار اللبنانيين في دمشق، ورأى حزب الله في التفجير دليلا على همجية الإرهابيين الذين يخدمون الكيان الصهيوني. هذا وشيع لبنان شهداء الزيارة في مواكب جنائزية أكد فيها المشيعون على الاستمرار في الدفاع عن المقامات المقدسة في سوريا. لاحق الإرهاب اللبنانيين مرة أخرى إلى سوريا مستهدفا من جديد زوار المقامات الدينية الذين سقط منهم أمس 6 شهداء وعدد من الجرحى وسط دمشق خلال انتقالهم في حافلة من مقام السيدة رقية إلى مقام السيدة زينب. الاعتداء الذي تعرضت له حافلة زوار حملة عشاق الإمام الحسين في دمشق كانت له أبعاده السياسية والأمنية على الداخل اللبناني، إذ أنه وقع بعد يومين على خطاب السيد نصر الله الذي اتهم فيه النصرة بأنها حليف طبيعي لإسرائيل وجيش لحد جديد، وهو ما جاء واضحا في البيان الاستنكاري للاعتداء الذي أصدره حزب الله. أكد البيان أن هؤلاء المجرمون أصبحوا أداة إجرامية في يد الكيان الصهيوني. أما في البعد الأمني فاختيار دمشق للهجوم على هدف مدني لبناني يؤشر إلى أن قدرة المجموعات الإرهابية على اختراق العمق اللبناني وبيئة حزب الله لتنفيذ عمليات تفجير باتت محدودة جدا بفعل الإجراءات الاحترازية المشددة المتخذة. نحن دفعنا ضريبة وكل يوم ندفع ضريبة من 1400 سنة، ندفع ضريبة زيارة أهل البيت سلام الله عليهم، من لكربلاء للنجف للسيدة زينب، والحمد لله من 1400 سنة ونحن ندفع ضريبة، وما حدا يفكر انه نحن بطلنا نروح نزور وبدنا نضلنا نروح نزور وكل يوم بدنا نروح نزور. وخيي مش أول شهيد بيروح ولا آخر شهيد، وإن شاء الله القافلة ماشية، وإن شاء الله يعني أحد الجن إن شاء الله طالعين من بعد الأسبوع إذا الله راد، وخليهم لشوش بده يطلع من أمرهم هالكفرة. كيف ما بدنا نزور وغصبا عن ما بيريد بدنا نزور، ولو بتروح الأمة كلها بدنا نصور. وابني راح شهيد الله يبارك له يا رب، بس كمان ابني غدروه وابني افتروا عليه افترى، لماهو بارودة ولماهو مدفع، عم بيزور. أرخى الاعتداء الإرهابي على الزوار اللبنانيين في دمشق بأبعاده السياسية والأمنية والوجدانية ليجد لبنان نفسه أمام مرحلة جديدة تحمل في طياتها العديد من التعقيدات. من بيروت، نور أخضر، قناة الكوت.